السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا سنة تانية هناخد درس جديد في مادة الرياضة. تعالوا مع بعض يا سنة تانية نقرأ كده درسنا بيقول ايه؟ بيقول لي تقريب الأعداد. تقريب الأعداد، طب تقريب الأعداد ده يا سنة تانية، أنا عندي أعداد كريمة تكبر العدد وتقربه لأقرب عشرة، وأعداد بخيلة تصغر العدد. طب هي الأعداد البخيلة يا سنة تانية؟ الأعداد البخيلة عندي الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة، دي أعداد بخيلة بقول عليها أعداد بخيلة يا سنة تانية. ليه؟ علشان صغيرة بتصغر العدد تخليه بيت العشرات اللي واقف فيه. أما الأعداد الكريمة هي الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، دي أعداد بقول عليها كريمة علشان بتكبر العدد وخليه يصعد لأعلى لأكبر بيت عشرات. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده رقم 37 ده. الرقم ده علشان امثله واشوف معايا هو اعداد بخيله والاعداد الكريمه فيه، انا بقف على بيت الاحاد. بيت الاحاد هنا واقف مين يا سنه تانية؟ السبعه. برافو، السبعه دي من الاعداد الكريمه ولا البخيله؟ برافو احسنتم، من الاعداد الكريمه اللي تكبر العدد خليه يصعد لبيت العشرات اللي بعده. يبقى 37 يا حبايبي تقريبها هنا ايه؟ تقريبها 40. تقريبها ايه؟ 40، لان 37 هي اقرب لبيت الاربعين، يبقى هي قربت كده لاقرب عشرة. طب السبعة قلنا من الاعداد الكريمة اللي تكبر العدد تخليه يصعد لاعلى. طب تعالوا نشوف الكلام ده على خط الاعداد. انا عندي هنا خط اعداد بدأ من الثلاثين لحد الاربعين. طيب انا واقفة فين هنا يا حبايبي؟ انا واقفة عند 37. طب 37 هنا هي اقرب ليها الاربعين ولا الثلاثين؟ من المسافة القريبة، المسافة القريبة هنا سنة تانية هي الأربعين، يبقى 37 قلنا من السبعة من الأعداد الكريمة اللي تكبر العدد تخليه يصعد لأعلى بيت عشرات اللي بعده. يبقى هنا أنا 37 أقرب لها بيت الأربعين، يبقى أنا هنا صعدت الأعلى سنة تانية وقربت الأقرب عشرة. يبقى أنا الأعداد الكريمة تاني هي الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، والسبعة من الأعداد الكريمة اللي تكبر العدد تخليه يصعد لأكبر عشرة. طب تعال نشوف رقم تاني 23. 23 يا حبايبي انا احط خط تحت مين؟ بيت الاحاد. طب بيت الاحاد هنا كام؟ 3. احسنتم. طب بيت الاحاد هنا بخيل ولا كريم؟ 3 دي من الاعداد الكريمه ولا البخيله؟ نسمع حد بيقول من الاعداد البخيله. احسنتم، يبقى هنا 23 هتصعد لاسفل، يبقى 23 هي تقريبها بيت ال 20، يبقى انا هنا اصعد لاسفل لان الثلاثه حبايبي من الاعداد البخيله اللي متصغر العدد بتخليه واقف في مكانه في بيت العشرات اللي هو واقف فيه. طب تعالوا نشوف برضو على خط الاعداد كده. انا عندي خط اعداد بادئ من 20 لحد ال 30 يا حبايبي. طب انا هنا قلت انا واقفه عند 23، ال 23 هنا من الاعداد الثلاثه الاعداد البخيله اللي بتصغر العدد بتخليه يفضل واقف في بيت العشرات بتاعه، مش هيصعد لاعلى، لا ده هيصعد لاسفل. يبقى هنا ال 23 تقريبها من ال 20. احسنتم، يبقى التقريب هنا بيكون لاسفل. طيب تعالوا نشوف تاني مثال. بيقول لي قرب الاعداد الاتيه لاقرب 10. يبقى المساله بتاعتي هتبدا كده سنه تانيه، هيقول لي قرب الاعداد لاقرب 10. انا عندي ال 61 اهو، يبقى تقريب ال 61 هنا كام سنه تانيه؟ انا سامع حد بيقول لي 60. برافو احسنتم. طيب هنا الواحد من الاعداد البخيله اللي بتصغر العدد مش بيخليه يخرج من بيت العشرات بتاعه، بيصعد لأسفل بيت العشرات اللي هو واقف فيه بيت الستين. طيب عرفت منين يا سنة تانية؟ من بيت الأحاد، لأن أنا حطيت تحتيه خط، يبقى الواحد ده من الأعداد البخيلة اللي بتصغر العدد بيفضل واقف في البيت اللي هو واقف فيه، ما بيخرجش عن بيته. طيب التسعة وأربعين يا سنة تانية. التسعة وأربعين أنا سامع حد بيقول لي بيت الأحاد واقف فيه تسعة، والتسعة من الأعداد الكريمة اللي بتخلي العدد يصعد لأعلى، فهنا تسعة وأربعين هتصعد للخمسين، فهنا 49 هو تقريبها 50 يا سنة تانية. ليه؟ عشان بيت الأحاد هنا بيت كريم بيكبر العدد، من الأعداد اللي بتكبر لي العدد بيصعد لأعلى، فالتسعة من الأعداد الكريمة. 49 تقريبها إيه؟ تقريبها 40 لأقرب بيت عشرات يا سنة تانية. طيب تعالوا نشوف كده، قرب كل عدد لأقرب 100. يبقى أنا هقرب لأقرب 100، المرة اللي فاتت خدنا لأقرب 10، هنا هناخد لأقرب 100 سنة تانية. طب التقريب لأقرب 100 هيبقى زي التقريب لأقرب 10، في أعداد برضو كريمة وأعداد بخيلة زي ما قلنا بالظبط. الأعداد البخيلة هي الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة. طب الأعداد الكريمة هي الخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة، قلنا أعداد بخيلة بتصغر العدد وتخليه يفضل واقف في بيت العشرات بتاعه. طيب لو أنا هنا في بيت المئات يبقى هيقف في بيت المئات بتاعه. طب الأعداد الكريمة
برضو هتكبر العدد لأكبر 100. طب تعال نشوف مثال، بيقول لي 125. طيب 125 هنا سنة تانية، أنا هنا علشان أعرف أكبر العدد ده وأقول من أحط خط تحت خانة العشرات، أحط خط تحت خانة يا حبايبي العشرات، خانة العشرات من هنا هي اللي هتعرفني إذا كان العدد بخيل أو كريم. طب خانة العشرات هنا واقف فيها مين؟ 2. طب الـ2 هنا يا سنة تانية من الأعداد بخيلة، بتصغر العدد فهتخليه واقف في بيت المئات بتاعه، مش هيصعد لبيت المئات اللي بعده. طيب هنا الـ125 هتفضل في بيت المئات، يبقى هنا تقريب الـ125 يا حبايبي هي بيت المئة، يبقى بيت المئة هنا هو التقريب بتاعي للـ125. ليه؟ لأن خانة العشرات يا حبايبي واقف فيها 2، والـ2 من الأعداد البخيلة اللي بتخلي العدد ما يطلعش وما يكبرش عن بيته. طيب نشوف مسألة تانية، 263. اهو هحط خط تحت مين يا حبايبي؟ هحط خط تحت خانة العشرات عشان هي اللي هتعرفني إذا كان خانة المئات دي هتكبر وتصعد لأعلى ولا هتفضل في وقفة في بيتها وتصعد لأسفل. طيب أنا عندي هنا الستة في بيت العشرات، الستة هنا حبايبي من الأعداد كريمة ولا أعداد بخيلة؟ من أعداد كريمة، بتخلي العدد يكبر ويصعد من بيت المئات بتاعه للبيت المئات اللي بعده، يصعد لأعلى. طيب يبقى 263 تقريبها ايه؟ 300. تقريبها ايه سنة تانية؟ 300. ليه؟ وعرفت ازاي؟ عرفت من بيت العشرات اللي واقف فيه 6، والستة هنا قلنا من أعداد كريمة، يبقى 263 هو تقريبها 300. بيقول لي أوجد الناتج باستخدام استراتيجية التقريب. أوجد الناتج باستخدام استراتيجية التقريب يا حبايبي، يبقى أنا هنا بقرب. المسألة اهي، المسألة دي يا حبايبي عشان أقربها أنا الأول هعمل إيه؟ هاخد 367 البيت الأولاني اللي هو العدد الأولاني يا حبايبي، 367 دي تقريبها كام؟ أنا قلت بنعمل إيه سنة تانية؟ بنحط خط تحت خانة العشرات في الرقم ده، 367 هنا بيت العشرات واقف مين؟ واقف الستة. طب الستة من الأعداد كريمة، هتخلي العدد يصعد لبيت المئات اللي بعده، يبقى 300 هنا تقريبها كام؟ 400 يا حبايبي. طيب والرقم العدد الثاني 231 تقريبه مين؟ تقريبه 200. طيب انا عندي في البيت الاولاني اقول ثاني 367 هي تقريبا 400 حبايبي. طب والبيت الثاني العدد الثاني 231 هو تقريبه قلنا كام؟ 200. يبقى انا عرفت ازاي من بيت العشرات يا حبايبي، بيت العشرات اللي واقف في الناحيه الاولى في العدد الاول هو بيت كريم اللي هو الستة، فهتكبر العدد لأكبر 100، فهنا 300 تبقى 400. طب والبيت التاني الرقم في العدد التاني 3 اللي في بيت العشرات، هتخلي العدد يفضل في البيت بتاعه اللي هو بيت المئات اللي هو 200. طب أنا هجمع بقى حبايبي ال 400 زائد ال 200، يبقى أنا بقرب يا حبايبي مش بطلع الناتج، أنا بطلع تقريب العدد ده. طب ال 400 زائد ال 200 بيديني كام؟ بيديني 600. يبقى الناتج هنا كام؟ 600. يبقى التقريب بتاع مسألتي دي 600 يا حبايبي. طيب هشوف مسألة تانية، بيقول لي 201 201 201 ناقص 125. المسألة دي طرح يا حبايبي. طب أنا هنا علشان أطرح، أنا مش هطرح مسألتي وأطلع الناتج الفعلي، أنا عايزة أطلع التقريب، أطلع التقريب. طب أطلع التقريب إزاي يا حبايبي؟ أقول التقريب هو ال 201 دي، التقريب بتاعها كام؟ 200. طيب هطرح، هعمل علامة الطرح بتاعتي وهقول الرقم التاني 125 يا حبايبي تقريبها كام؟ تقريبها 100. ليه؟ لأن بيت العشرات بيت بخيل واقف في الاتنين، فبيت العشرات مش هيدي حاجة، فبيت المئات هيفضل زي ما هو 100، يبقى 125 تقريبها 100. هطرح بقى الكلام ده، 200 ناقص 100، 200 يا حبايبي ناقص 100 يديني بيساوي 200 ناقص 100 يساوي كام؟ يساوي 100. وده التقريب للناتج بتاعي، تقريب للناتج بتاعي يا حبايبي، لكن مش الناتج الفعلي، انا بقرب كل عدد لوحده وبعد كده بطرحهم وبطلع الناتج بتاعي، وده التقريب لاقرب 100. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.